ذلك حتى في كل الأديان هكذا، قضية الزواج قضية متصلة بالدين صحيح، وليس بالآراء والأفكار وكذا إلى آخره. فالمهم أن الزواج له أركانه ابتداء، الزنا ملوش أركان، ثم إن الزواج له طريق في الانفصال وهو الطلاق، الزنا ما فيش طلاق، وفيه ثبوت للنسب والزنا ما فيش ثبوت للنسب، صحيح، وفيه عمود للنسب والزنا ما فيش عمود للنسب، وهناك فارق كبير بين الزواج وبين. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأنه عندما تتغير الثقافات تظهر ظاهرة العنوسة، يبقى إذن لا علاقة بنظام الزواج بقضية العنوسة، لأن هناك من يطرح بديلا وهو إباحة الرفق والزنا، وهذا ليس حلالا وليس محترما وليس معقولا ولا منطقيا، وهو فساد في الأرض. إنما المعقول أن نغير ثقافتنا. فكيف نغير الثقافة إذن؟ وما هي الثقافة المغلوطة التي تؤخرنا؟ الثقافة المغلوطة التي تؤخرنا أن الزواج لابد له من مهر كبير جدا يطالب به الرجل، والأمر ليس كذلك. كان سيدنا عمر لما طلع أنه قال لهم لا تغالوا في أصدقة النساء، جمع صداق، صحيح، في المهور، نعم، المهور ما تغالوش فيها، نعم. إحنا أصبحنا الآن في ثقافة بتطلب أول ما يجي للراجل، والأفلام حتى مبنية على كده، والكلام معك شقة، فيقول له لا ما معيش، يقول له طب معك مهر، يقول له ما معيش، طب معك وظيفة، يقول له لا أصل لسه ما تخرجش، طب في شبكة وفي قايمة، والقايمة دي هتوديك في داهية لأنك هتبدد وكذا إلى آخره. هذا نظام اجتماعي على فكرة لا بأس به، ولكن عندما يتمسك به الجميع، ودي بقى الغلطة الثقافية ملهاش دعوة بالدين، نقع في العنوسة. ايه مشكلة 8 مليون فتاة؟ ان في 8 مليون فتاة لما جينا عرضنا عليهم النموذج هذا وهو احد النماذج فجعلناه هو النموذج الوحيد، لانه سائد، لانه سائد، ولانه على فكرة بيؤكد مسألة اخرى وهي ديمومة الاسرة، ودي مسألة برضو شديدة الحساسية، ديمومة الأسرة، وأن المسألة ليست سهلة هكذا، تروح تتجوز لي البنت النهاردة وتيجي مطلقها بكرة، لا. ومن هنا وهي مسألة دقيقة بس عايزة فهم، عايزة فهم، عايز نفهم، لأنه في كثير من الأحيان وإحنا بنفهم الناس هم يفتكرون أن إحنا بندعو إلى هذا، إحنا ما بندعوش إلى هذا، إحنا بنقول ينبغي على البنت أن تطيع أهلها، والبنت دي يجب أن تفهم إن اللي هيجي يتجوزها من غير مهر ومن غير شبكة ومن غير شقة ومن غير كذا إنه مش هيدوموا مع بعض كتير، بس الجواز حلال. ما احنا لازم بقى نفهم، احنا هنرميها يعني، حتى كلمة عامية يقولوا احنا هنرمي البنت، البنت حبت يعني. الولد والولد حبت البنت وراحوا اتجوزوا بمعرفة الاهل ومعرفة الجيران وكل حاجة، قعدوا عند امها او امه، فامه طلعت عينيها وعين اللي خلفوها، ما طقتش، قالت له طلقني طلقها، استمروا كام سنة؟ 2 بالكتير.